بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة في تاني حلقات برنامج حديث العاصمة على قناة الصحة والجمال، البرنامج اللي بيناقش كل القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية التي تخص الشارع المصري. في الحلقة الأولى الماضية تحدثنا عن عيد الشرطة المصرية، وكان معنا السيد اللواء مصطفى الرزاز، السيد مساعد وزير الداخلية، والذي تحدث عن دور رجل الشرطة ولم يضف أحيانا الجديد عما نعلمه من الأدوار الطبيعية التي يمثلها رجل الشرطة في حياة المواطن العادي. اليوم هو 28 يناير، وهذا اليوم في الحقيقة سجل في التاريخ المصري الحديث، ولكن عن ما حدث في 25 يناير عام 2011 من ثورة شبابية شعبية خالصة كانت لها مطالب حرة ومطالب تعتبر هي من أحقية أي مواطن مصري داخل هذا الوطن. اليوم هو 28 يناير اللي يعتبر من خلالنا قدرنا نتواصل مع كتير من الشباب المصري اللي كان موجود في ثورة 28 يناير في ميدان التحرير. في الحقيقة محتاج أن أنا أعمل مفارقة بسيطة ما بين 25 يناير بصفته هو عيد للشرطة المصرية في التاريخ المعهود عام 1952، و 25 يناير في اليوم المعهود في عام 2011. وجدنا أن كتير من الشباب المصري بيعتبر هذا اليوم هو عيد للثورة المصرية، ولكن ما يعتبره الحكومة عن هذا اليوم هو عيد للشرطة المصرية. ففي المفارقة ما بين أنه عيد للشرطة المصرية أو عيد للثورة المصرية، محتاجين أن احنا نوضح للناس هل الحكومة المصرية بالفعل بتعتبر هذا اليوم 25 يناير أو يوم 28 يناير هو عيدا للثورة المصرية أم لا. في هذا الشأن هيكون معايا الدكتور أحمد عطية الله، المؤرخ العسكري ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المحارب. صباح الخير يا أحمد بيه. صباح الخير، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ منورنا ومشرفنا يا احمد بيه. بخير الحمد لله. بصفه حضرتك يا فندم واحد من اكبر المؤرخين السياسيين او المؤرخين العسكريين في البلد، محتاجين نسال حضرتك سؤال ومحتاجين ليه اجابه واضحه ونخش في الاجابه بتاعته بصفه مباشره. ما الذي دونه التاريخ المصري الحديث عن ثوره 25 يناير؟ أنا يعني بس خليني في البداية أقول إن مفيش خلاف بين 25 يناير كيوم للشرطة و25 يناير كيوم لثورة 25 يناير 2011. بس خليني في البداية نتفق على معنى كلمة الثورة. علم الاجتماع قال إيه عن الثورة؟ الثورة هي حدث استثنائي بيحدث في حياة الشعوب لإحداث تغيير في المجتمع. بنطبق ده على اي حاجه بتحصل، على 25 يناير 2011، على 30 يونيو 2016. هل كان في رغبه شعبيه جامحه لاحداث تغيير في المجتمع؟ طبعا كان في الحالتين، وزيهم في 23 يوليو كانت في اوضاع سيئه في المجتمع محتاجه تغيير. لكن برضو مش عايز افصل تعريف الثوره بانه حراك مجتمعي بيسبقه احتقان في المجتمع نتيجه اوضاع سيئه بيحاول يغيرها، دون ان احنا برضه بنربط باحداث حوالينا. ما يسمى بثورات الربيع العربي ده كان موجود اثناء الثوره 25 يناير 2011. نربط ده برضه، ما نبعدش ونخلي في مخيلتنا في الخلفيه واحنا بنتكلم عن 2011 إن كان في مخطط لبرنارد لويس، مؤرخ يهودي يحمل الجنسية اليهودية البريطانية الأمريكية، وبتعاون مع الموساد وأجهزة المخابرات الأمريكية والإنجليزية رسموا خريطة تقسيم الوطن العربي. طبعا الكلام ده كله 12 تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، تقسيم شامل للوطن العربي، ما استثنوش حاجة، والخرائط موجودة وهي قدامي واتنشرت. على سبيل المثال كان مطلوب تقسيم مصر لأربع أقسام، تقسيم السودان لأربع أقسام، تقسيم ليبيا لثلاث أقسام، سوريا لثلاث أقسام، العراق ثلاث أقسام، المملكة السعودية لخمس أقسام. يا احمد بيه، احنا يمكن عايز اقول لحضرتك احنا محتاجين نخص بالذكر ثوره 25 يناير، الثوره المصريه التي قادها الشباب المصري داخل الميادين المصريه.
ما الذي دونه التاريخ عن ثورة 25 يناير؟ ليه مش شايفين احتفالات خاصة بثورة 25 يناير في الشوارع المصرية؟ احنا نعتقد ان في اول سنة او سنتين من بعد 25 يناير او بعد مثلا 25 يناير في موسمها او في عيدها رقم 4 كنا بنشوف في احتفالات في الميادين، في ميدان التحرير الناس كانت بتنزل رفع اعلام مصر، كانت الناس دايما بتتكلم عن الثورة، بتسترجع احداث الثورة، الشباب نفسه كان بيطلع بيتكلم عن ما حدث في 25 يناير في ميدان التحرير من تهاتف وتكاتف للشباب المصري. محتاجين نقول لحضرتك، هل في تجاهل فعلا من الحكومة المصرية لثورة 25 يناير ولا لا؟ انا لا اتكلم باسم الحكومة وليس لي الحق ان اتكلم باسم يا فندم الحكومة. حضرتك من ضمن المؤرخين العسكريين الكبار اللي موجودين في البلد، وتعتبر بالنسبة لينا احنا كشباب يعني الناس في الشارع، حضرتك تعتبر يعني واحد او فرد من الحكومة او فرد من اللي بيكتبوا التاريخ، وانا سألت حضرتك عما كتب في التاريخ ثورة 25 يناير، هل فيها تجاهل من الحكومة المصرية ام لا؟ ثورة 25 يناير لحد يوم 28 يناير كانت ثورة جميلة جدا، نزل فيها الشباب بيحميها الجيش، نزل يحميها ويحرسها، وليهم مطالب. لو استمرت المطالب دي وما كانش تم تدخل من جماعة الإخوان وركبوا الثورة وابتدوا يخربوا ويبتدوا يدمروا كنا شلنا الثورة دي على راسنا. لكن الثورة دي لما يجي يركبها جماعة تخرب، الأمم المتحدة من سنتين قالت خسائر الربيع العربي في مصر 60 مليار دولار، فازاي نحتفل بتخريب؟ هي الثوره 25 26 27 لحد يوم 28 لما نزل الاخوان يحرقوا ويخربوا المقرات الشرطيه ومديريات الامن واعمده الاناره ونزلوا بالتخريب ده، طبعا ما بقتش ثوره، ده بقى تخريب. هو الثوره يا منير، الثوره ايه الهدف منها؟ الثورة الهدف منها الإصلاح، إن عايز تحسن وضع المجتمع، فتيجي تحسن وضع المجتمع تقوم تخربه بستين مليار دولار طبقا للأمم المتحدة لما قالت، أو في سوريا 80 مليار دولار، سوريا اللي مساحتها نص مساحة مصر 80 مليار دولار مش قادرة تقوم على رجليها. إحنا بنشكر الجيش قوي 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 إنه صحح مسار 25 يناير ب 30/6، صحح المسار، والا كده كنا دخلنا انزلقنا الحرب اهليه ضروس. يعني احنا حواليا هنا السكان كل، عشان انا منطقه ناحيه اكتوبر، كلها سوريين قاعدين في امان مش عايزين يرجعوا، قالوا حتى لو طلبوا مننا نرجع مش هنرجع من كتر ما شافوه هدم وتخريب ودمار. احنا لو كنا سيبنا 25 يناير والشباب الحلو اللي قام بيه، لو ان برضه ليا يعني ملاحظه ان بعض الشباب اللي عمل الشراره راح اتدرب على في كرواتيا واتدرب هنا وهنا على اشعال الثورات، لكن الشعب المصري كان عنده احتقان، كان في اوضاع متردية، ونقدر نقارن بينها وبين الاوضاع دلوقتي الحمد لله. يعني طوابير الخبز، طوابير الغاز، زبالة بالأكوام في الشوارع، يعني منظومة صحية سيئة كانت، وتعليم وده وده وده، كان في فساد، تزوج السلطة. يعني الأسباب اللي من أجلها حصل الاحتقان اللي جت شرارته من بره فعملنا ثورة وكنا فرحانين بيها لأنها ثورة شعبية، ودايما الشباب هم في افضليه اول اي ثوره لان دول عايزين التحسن. مصر ما كانتش في مكانتها، يعني مصر سياسيا كانت يعني نقدر نقول تابعه. احمد بيه، من واضح من كلام حضرتك انك بتعتبر ان ثوره 25 يناير كانت من 25 يناير ليوم 26 27 28، يبقى الايام اللي هي وبعد كده حصل، وبعد كده حصل ان يعني استكملت هذه الثوره ب 30 يونيو اللي حققت الاهداف اللي كانت مطلوبه في الاصلاح والتغيير. احمد بيه، يمكن اللي نعرفه عن الثورات المصريه ان كل ثوره لابد ان يبقى ليها قائد وليها زعيم. تعليق حضرتك على ان ثوره 25 يناير حتى الان يمكن احنا مش عارفين كان مين الزعيم بتاعها او مين قائد الثوره. هو يعني مش شرط يكون ليها زعيم، لان في ثورات عالميه قامت بدون زعامه، يعني الثوره الروسيه 1917 قبلها الثوره الفرنسيه او بعديها ضد الملكيه والاقطاع، ويعني ما كانش فيه، يعني هي هبه شعبيه لكن في النهايه
بيختار الناس من بينهم حد يقود الثورة. يعني الثورة الفرنسية انتهت بتولي نابليون القائد العسكري مقاليد الأمور في فرنسا. الثورة الروسية ما كانش فيه قيادة، استمرت 10 سنين وكان فيها تخريب وقتل ودمار. هو الهدف من الثورة إيه؟ يعني تغيير وضع سيء في المجتمع. كان في وضع قبل 25 يناير سيء. الناس كلها محتقنة وعايزة التغيير. أيوة تم جه يعني فئة من الشباب يعني تصدوا للمشهد والناس نزلت معاهم وساندتهم، أبائهم وأمهاتهم ونزلوا معاهم في الميدان لحد والجيش جه. يعني أحمد بيه بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كلام حضرتك الجميل، أضاف لنا كتير. طبعا عايز أقول إن برغم التجاهل الحكومي لثورة 25 يناير أو 28 يناير على حد قول أحمد بيه المؤرخ العسكري الكبير، محتاجين إن احنا يعني ننحي هذا التجاهل جانبا ونحتفل سويا بثورة 25 يناير. تحية لكل شهيد سال دمه على أرض مصر، تحية لكل فرد شرطة أو فرد مدني أو فرد قوات مسلحة ضحى من أجل هذا الوطن. كل سنة وكل حضراتكم طيبين وبخير، وتحية لكل ولي أمر أو كل أب أو كل حد من أهالي الشهداء دول اللي ضحوا بأولادهم وفلذات أكبادهم من أجل هذا الوطن العزيز. إن شاء الله هنعود بعد الفاصل مع الفقرة الرياضية وضيوف الأعزاء الكرام من نادي زفت الرياضي والحديث الشارع الزفتاوي عما حدث في الفترة الأخيرة في هذا المكان. فاصل ونعود. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مجددة مع الشق الرياضي وحديث الشارع الزفتاوي كما أعلننا وكما أطلقنا أمس في صفحات التواصل الاجتماعي، الصفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك حديث العاصمة مع الإعلامي منير علم الدين. طبعا النهاردة وبصفتي واحد من أفراد ومن مواطني زفتة الكرام، طبعا كما أطلق عليها التاريخ جمهورية زفتة، النهاردة هيكون لينا حديث طويل عن مشكلة عامة بتخص 56 قرية بيخدم عليها نادي زفتة الرياضي. معايا النهاردة 2 من أعضاء مجالس إدارات أو مجلس إدارة نادي زفتة، طبعا أعتقد كان فيهم حد أعتقد يعني موجود في مجالس إدارات قبل كده أو في مجلس سابق، الأستاذ مصطفى البنهاوي عضو مجلس إدارة نادي زفتة، معايا الأستاذ شادي العايدي. استاذ مصطفى منورني ومشرفني. كابتن منير اهلا وسهلا بحضرتك ومبروك على البرنامج وان شاء الله حلقه موفقه باذن الله. استاذ شادي صباح الخير يا كابتن، وباذن الله تبقى حلقه موفقه باذن الله. الحديث عن نادي زفته هياخدنا وان احنا نتطرق للحديث عن كبار نجوم كبار في مدينه زفته في كره القدم وفي مجالات شتى وفي مجال الاعلام وفي مجال السياسه. أرض عظيمة وناسها ناس عظيمة يعني بنأمل أن يكون كل شبابها هو امتداد لتاريخها الكبير وأصولها وجذورها من كبار القوم وكبار الناس وكبار الشخصيات العامة اللي بنعتز وبنسير على خطاهم بصفة عامة. أستاذ مصطفى البنهاوي، النهاردة طبعا بصفتك عضو مجلس إدارة سابق ولا حالي؟ لا يعني سابق، خلاص استقالة من شهر كده. محتاجين حضرتك تضيف لنا أو تقول لنا أو تاخدنا إحنا والسادة المشاهدين مع حضرتك لمدينة زفتة، نادي زفتة، وتقول لنا الهيستوري أو الداتا اللي موجودة عند حضرتك خاصة بالنادي. طبعا نادي زفتة الرياضي نادي من أقدم الأندية على المستوى الغربية، أنشئ سنة 1925. نادي زفتة الرياضي نادي ترأسه عمالقة من عمالقة نادي زفتة الرياضي، نشأنا وترعرعنا كده وشفنا الناس ديت وهي بتحكم النادي وهي بترقص النادي. يعني ناس مش عايز اقول لك بقى، يعني انا هقول من اول ما عصرت او من اول ما شفت من اول الاستاذ محمود العايدي طبعا والد شادي رئيس للنادي حاجه كده بسم الله ما شاء الله، يعني احنا واحنا صغيرين كده تربينا على شخصيته المحترمه. جه بعد كده الدكتور سامي مصلح العالم الفذ، الدكتور سامي مصلح، جه بعد كده الاستاذ محمد الشرقاوي، الاستاذ خالد عبد المتجلي، الاستاذ طلال الشافعي، الاستاذ خالد عبد المتجلي في مجلس ثاني، بعد كده بالمجلس الاستاذ مصطفى الشربجي المجلس السابق، ونهايه بالمجلس اللي احنا كنا فيه برضو اللي هو برئيس الاستاذ مصطفى الشربجي. يعني نادي زفت الرياضي رياضي ثقافي اجتماعي، هكلمك على النشاط الاجتماعي بحيث ان انا كنت عضو مجلس دوره ماسك النشاط الاجتماعي والاعلامي في النادي. انا كنت المتحدث الاعلامي بالنسبه للنادي واللي ماسك صفحه النادي. الانشطه الاجتماعيه في النادي من حفلات اقيمت، طبعا بقى حضرتك ان شاء الله لما هتيجي في تشرفنا وتعمل تقارير عندنا في النادي هتشوف الحفلات الاجتماعيه اللي احنا عملناها. عملنا حفلات شم النسيم حفلتين، عملنا حفله لليتيم، عملنا مسابقات اوائل طلبه على اعلى مستوى، عملنا تكريم للشهداء، عملنا تكريم لضباط الشرطه، عملنا رحلات مدعمه للاعضاء،
حاولنا على قدر الامكان، عملنا حفلات، جبنا الشيف الشربيني عندنا في زفته. في الحقيقه انا من اكتر الناس اللي يعني كنت متابع جيد لما يحدث وما يدور داخل اروقه نادي زفته، ولكن خلينا نقفز مما حدث على ارض الواقع من حفلات واحتفالات واشياء كثيره الكثير من الناس يعني يتكلمون عنها يعني بحلو الكلام، وننتقل الى الاستاذ شادي العايدي اللي حابب ان انا اساله سؤال يمكن هنقفز منه من مرحله لمرحله، من مرحله الانشاء والتعمير وبدايه الجذب وجذب عضو جامعه عموميه ان هو يتردد مره اخرى على نادي لمرحله الاستقالات الجماعيه. السؤال المبدئي اللي انا عايز اساله الاستاذ شادي، هل سبب الاستقاله لخمس اعضاء خمسه من اعضاء مجلس الاداره سبب واحد ولا في اسباب مختلفه؟ لا، اسباب كتير جدا. يعني حضراتكم الخمس اعضاء اجتمعوا على سبب واحد ولا كل واحد كان ليه سبب خاص بيه هو بس؟ والله انا مقدم استقاله مسببه ذاكر فيها خمس اسباب، بسبب استاذ رئيس النادي ان هو استغل صله الايجاريه بالمحل رقم 17 من 2009، وكان من اوراق ترشحي ان انا اقدم تنازل عن المحل في حاله النجاح، وبالفعل نجحنا، وبدا بعد كده ايه في تعنت رهيب لعدم استكمال الاوراق. طبعا انا تجاهلت الموضوع وما فيش اي مشكله خالص ومستمرين. بعد كده كل شويه يظهر مشكله، في عندنا ملاهي عايزه تتجدد، فربط لي موضوع المحل بموضوع الملاهي ان هما الاثنين يخلصوا مع بعض، فكان بالنسبه لي شيء غريب جدا، يعني ايه اللي دخل ده وده، وانا العقد طبقا للعقد والقانون لازم عادي ما فيش مشكله، والعقد يعني كان في وقتها فندم العقد بتاع المحل ساري ولا كان منتهي؟ كان منتهي وفي شرط التجديد. بشرط التجديد؟ آه طبعًا. ولكن طبعا احنا يعني بصفتنا احنا طبعا لنا كثير اعتقد ان في لوائح بتمنع التجديد الا بعد وجود مزاد مره اخرى على المحل. لا، دي انا اتنزلت عن المحل، انا اتنزلت بالفعل عن المحل. المفروض بقى ان يتم بقى ايه اتمام شروط التعاقد، ما حصلش كده، ولقيت السيد رئيس النادي بيقول لي ايه احنا نخلص الموضوعين مع بعض. انا كان ليا وجهه نظر في موضوع الملاهي دي، احنا كنا عايزين نعملها صاله العاب فرديه علشان كان جاي لنا موافقه مبدئيه بعمل حمام سباحه، فكنا بنفضي المكان اللي حضرتك عارفه اللي بيتلعب عليه الالعاب الفرديه، فننقل الالعاب الفرديه هنا. هو ده اللي كان المفروض يتم، وبالفعل خدنا القرار ونزلنا، طلعوا تم تغيير القرار. وبعد كده لقيت بيقول لي نخلص الاثنين مع بعض. طب نخلص الاثنين، انا عندي وجهه نظري مش هغيرها، مفيش اي مشكله خالص يعني. فضلنا مستمرين لحد شهر 3، من شهر 3 لشهر 8 ما بمضيش علشان بطالبه ان هو يبعت الملف الخاص بتاعي كله للجهه الاداريه تبص فيه. خمس شهور ما بمضيش على جلسات البس يا فندم، اللي هو امكانيه مدى امكانيه تجديد العقد مره تانية. الملف كله الجهه الاداريه تبص فيه. تمام، اللي هو بس هو بيخص هذا الشان الموضوع ده اللي هو تجديد العقد المحل مره تانية. طبعا. تمام. لحد ما ظهر في شهر 7 جالنا مطالبه من الكهرباء بتطالب النادي ب 18,000 جنيه للملاهي. طبعا 18,000 جنيه والعقد بتاعه منتهي 7/2019. جبنا العقد، طبعا العقد ما بيظهرش لينا، جبنا العقد لقينا العقد قيمته ايه؟ قيمته 2000 جنيه. يعني ايه العقد ما بيظهرش لينا وحضرتك عضو مجلس اداره؟ يعني مفترض ان حضرتك اصلا عشان العقد ده يتعمل لازم يكون في موافقه مجلس اداره. فانا طبعا هنتقل للاستاذ مصطفى البنهاوي، يمكن في حديث الاستاذ شادي العايدي ذكر ان كان سبب استقالته مربوط بحدثين. الحدث الاولاني ان كان عقد المحل بتاعه تقريبا او اللي هو مستاجره من سور نادي زفته كان انتهى، ولكن كان في امكانيه للبث في عوده التجديد مره اخرى لهذا المحل، بالاضافه الى يعني ربط هذا الحدث بحدث الملاهي اللي تم بعد كده يعني ايجاره بمبلغ 2000 جنيه شهريا و200 جنيه كهرباء، وبعد كده زاد فيها الكهرباء 17,000 جنيه او 18,000 جنيه، 6,000 جنيه في الشهر. في الشهر يعني 6,000 جنيه في الشهر فوق ال 200,000، يعني مبلغ كبير. استاذ مصطفى لو حضرتك تعرض لنا سبب استقاله حضرتك، هل نفس السبب
ولا في شيء اخر؟ طبعا الاستاذ شادي احنا متوافقين في كتير من الاراء اللي هو بيقولها، يمكن اختلفنا في بعض الحاجات، اختلاف صحي جوه مجلس الاداره. اختلفنا كتير في مجلس الاداره، ده شيء طبيعي. طبعًا. بس في الاخر اصدقاء، نختلف نتفق، لكن في الاخر اصدقاء، بنحافظ على الاطار العام للنادي. لكن طبعا الجزء اللي شادي قاله اثبت بعد كده في الرقابه الاداريه، وتم استرداد مبلغ للكهرباء. طبعا شادي هيتكلم عن الموضوع ده كويس، وطلع الكلام مظبوط فعلا. ولكن بالنسبه لاستقالتي استاذ منير، عايزين نقول ان الاسباب ملموسه اكتر من انها في حاجات ورقيه. وي وي وي، احنا عندنا تعنت ومحاربه واختيال لاحلام الشباب جوه النادي. اي فكر جديد متطور عايزين حاجه نعملها، عندنا تعنت وعندنا روتين وعندنا تحجر في ان احنا ننفذ الافكار دي. انا سردت، يمكن بعت لحضرتك وسردت على صفحتي الشخصيه، ان احنا عايزين نعمل هيكله اداريه للعاملين في النادي. لا، نأجل الموضوع شويه. طب احنا جبنا موافقه من الوزير، وبعت لحضرتك صور الموافقات على الواتساب، جبنا موافقه ان احنا نعمل حمام سباحه، وترد علينا ان يلا واعملوا ونعمل مزايده. مفيش سيد رئيس النادي، مفيش ان احنا ما... طيب نستنى شويه. طب احنا عايزين نعمل فريق كوره، وبقى لنا سنتين موجودين عايزين نعمل فريق كوره. لا، كوره ايه؟ مفيش فلوس، مش هنصرف. انا كنت بصرف على كوره 800,000 وخلاص جمدت النشاط. طب احنا عايزين نستغل بقى الفلوس اللي فاضت دي، ان احنا عايزين بقى نجمل النادي، نجمل واجهه النادي. احنا بقى لنا سنتين واجهه النادي ما اتعملتش. طب عايزين نغير ارضيه الملعب. لا، احنا مش هينفع نغير ارضيه الملعب عشان الملعب لسه قدامه 5 سنين. طيب انا خليني يعني اناقش حضرتك وامثل الطرف الاخر في هذا. اكيد طبعا، اكيد طبعا. خليني اقول لحضرتك ان حضرتك والناس والساده اللي استقالوا 5 اعضاء. تمام. اعتقد ان هم من 9 اعضاء او من 10، مش من 10. لو هنقول استاذ شريف ناجي امين صندوق النادي استقال، راجل محترم. لا، عدد الاعضاء، عدد الاعضاء 5 من 10، يعني 5 استقالوا. طيب ليه حضرتك يعني بتقول ان 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 اللي حصل؟ انت كنت بتعرض افكار ومقترحات كويسه جدا، مش لوحدي، معايا وبزمايلي، بزمايل حضرتك. ويعني ليه انت يعني بتقول ان مثلا يعني صاحب الراي هو شخص واحد بس في وسط العشر اعضاء؟ لو في حد كده فعلا، فاعتقد ان ده عيب مجلس او عيب اعضاء، مش طبعا عيب رئيس. طبعا هو اولا احنا كنا بادين بدايه فيها نشاط، وبدايه فيها حيويه وفيها توافق، ولكن حصل بعض الاختلاف وحصل بعض التفكك بيننا كمجلس اداره. استغل بقى هذا التفكك بان على سياسه فرق تسد، انا شويه لا وده شويه ده شويه. تقصد ان اعضاء المجلس نفسهم كانوا مختلفين، تفككوا مختلفين بتفكك بفعل فاعل، ان ممكن الاستاذ شادي يعرض موضوع تجديد في المحل فيلاقي ان في بعض اعضاء المجلس. ما كنتش بعرض الموضوع ده ابدا، ايا كان الفكره، ايا كان العرض الموضوع. لكن كان في ممكن يبقى تشبه بس حدث يعني حدث معين ممكن حضرتك تعرضه تلاقي ان في حد مش رئيس المجلس، ممكن تلاقي حد من الاعضاء هو اللي مختلف. بعد كده يعرض الاستاذ مصطفى البنهاوي، فتلاقي حد تاني من الاعضاء هو اللي مختلف ومش حابب ممكن الموضوع. ولكن السياسه العليا رئيس النادي، انا رئيس النادي المفروض يبقى هو اي فكره تبقى كويسه للنادي واي فكره في مصلحه النادي المفروض يتبناها ويقف لها بقوه رئيس النادي. تبني الموضوع يا استاذ مصطفى ما اعتقدش ان هو ممكن يجعل من الموضوع حيز تنفيذ على قدر ما يبقى فيه تكاتف من الاعضاء. مش عايز اخفيك سرا ان كان بيبقى فيه موافقات بنسبه مثلا 8 من 10 و9 من 10 تمام، ويبقى رئيس النادي هو الوحيد المختلف فيها، ورئيس النادي بيسيطر وهو القرار 9 اعضاء ولا كانه له لازمه وبينفذ القرار بتاعه. ده بيحصل؟ ده حصل يا فندم. عايز اوضح بعد اذن حضرتك. اتفضل الشيت. عايز اوضح لحضرتك نقطه. السيد رئيس النادي من 2012 هو طبعا كان في الدوره الاولى، دي الدوره الثانيه، مستقيل معاه برضو 5 اعضاء. يعني احنا في الدوره الاولى طبعا، يعني احنا مش اول 5، ولا احنا اللي هي الحاله الشاذه ان احنا بنعترض. لا، هو من 2012 في اختلاف قوي جدا معاه. تعال حضرتك بقى ايه سبب الاختلاف معاه من 2012؟ هو مستلم، انا كنت في 2011 في المجلس المعين من السيد المحافظ، هو مستلم مننا النادي في قاعه افراح وفوقيها كاف شوب. من 2014 الكاف شوب ده مغلق بسبب اخطاء اداريه، فاهمني حضرتك؟ ده سبب خلاف. تعالى حضرتك في 2014 تم تجميد نشاط الكوره بعد صرف 600,000 جنيه، والاغرب تم عمل ملعب كوره، يعني فاهمني حضرتك؟ ايوه تمام. تم زياده جزء، زياده مساحه على النيل، زياده افقيه، توسع افقي، ده مخالف. اعتقد ان يعني الحاجات دي تعتبر حاجات كويسه ولا حاجات من وجهه نظر حضرتك يعني؟ انا من وجهه نظري ان انا طبعا انا خلاص وقفت نشاط الكوره، يبقى انا اعمل ملعب ثلاثي
يتلعب عليه جميع الالعاب، واستغل وقف نشاط الكوره ده في تدعيم الرياضه وحمايه الشباب. يعني حضرتك مع وقف نشاط الكوره؟ لا انا مع استغلال وقف نشاط. طالما توقف توقف خلاص، فاهمني حضرتك؟ انا مع استغلال وقف نشاط الكوره، خلاص الكوره اللي كانت بتصرف كل حاجه، لا يبقى انا كده استغل بقى الفلوس اللي كانت بتروح دي اقوم مدخلها للنادي لخدمه الاعضاء وحمايه الشباب. كويس. طيب هرجع واقول برضو ان استاذ مصطفى احنا يعني 10 اعضاء تمام بيقودهم او بيرأس المجلس رئيس وهو تمام فرد تمام. 9 اعضاء التانيين لو في تكاتف ما بينهم اعتقد ما كناش وصلنا لمرحله الاستقالات الجماعيه. طيب مش هخفيك سرا ان اخر جلسه لمجلس الاداره كنا حاضرين تقريبا 8 اعضاء تمام، اتاخد مجموعه من القرارات تخص النادي في كتير من الشؤون، شؤون رياضيه وشؤون اداريه وشؤون كذا، وتمت موافقه 7 اعضاء على القرارات بالاجماع، والقرارات لم تنفذ، والقرارات حبيسه الادراج، والقرارات تم صرف النظر عنها صفات بسبب الاستاذ مصطفى الشرباجي ما كانش راضي عن القرارات دي. استاذ مصطفى الشرباجي عشان برضو نكون واقعيين هو والد لنا، بنكن له كل احترام وكل تقدير كوالد على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاسري والعائلات وكل حاجه، كل الاحترام وكل التقدير وما فيش اي مشكله. احنا بنتكلم في سياسه النادي، احنا بنحب النادي وبنتكلم في سياسه اداره النادي. فانا بقول للاستاذ مصطفى السياسه اللي فاتت دي كفايه كده، كفايه احنا عايزين بقى ندي فرصه للشباب. احنا بقى موجودين مش موجودين مش مشكله كابتن. انا بقول لحضرتك ان شاء الله يمكن سبب الحلقه مع حضرتك ان القرارات اللي الاستاذ مصطفى الشرباجي رفض تنفيذها دلوقتي بيتحط تحت ضغط. دلوقتي انا سامع امبارح ان في فريق تحت 16 سنه هيعمل خلاص، يبقى كل ما هنطلع حلقه مع كابتن منير يتعمل حاجه للنادي. احنا موافقين، يبقى انت كده كل شهر نطلع معاك حلقه هيتعمل فريق الكره 16. طب حاجه كويس، هيتعمل واجهه النادي. طب حاجه كويس يعني اتقال امبارح، اتقال امبارح ان في فريق 16 سنه وفي واجهه. مش هينفذ ومش هينفذ طبقا للسياسه. انت تقصد ان استاذ مصطفى بيلعب انتخابات مع سياسه؟ يعني هي الموضوع يعني وكان حضرتك مثلا بتكلمني عن يعني استاذ مصطفى طبعا له كل احترام وتقدير وحد طبعا من المحامين الكبار داخل مدينه زفته، ولكن يعني انا برضو عايز اسال سؤال لحضراتكم. حضرتك شايف ان استقاله 5 اعضاء، الخمس اعضاء دول خدمتهم للمكان من خارج المجلس هتبقى اكتر من هو داخل المجلس؟ احنا استقلنا يا ابو كبيتن من اسلوب الاداره، لكن احنا ما زلنا في خدمه الاعضاء. يعني انا تخدم العضو حضرتك خارج المجلس تبقى اقوى ولا وانت داخل المجلس؟ لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا لما يتم مساومتي علشان اوافق على حاجه وبعد كده اكتشف ان فيها اهدار مال عام، وان انا ابقى كوبري علشان الامور دي تخلص علشان مصلحتي الشخصيه او علشان الوضع القائم من 2009، لا انا ارفض الموضوع ده تماما. وبالفعل طلع فيه مخالفه وبالفعل تم استرداد 60,000 جنيه. وهقول لحضرتك حاجه، يعني انا قدمت استقاله فيها 5 اسباب، منهم سبب المحل وفي 4 اسباب اخرين طبعا بالتدخل. يعني استاذ مصطفى بيتكلم على قرارات مجلس الاداره، لا احنا ممكن اي حد يخش يزعق في النادي يتنفذ له اللي هو عايزه، سواء عايز يشتغل سواء ايا يكن. ده حصل وقائع فعلا على كتير جدا كتير جدا. نيجي نتكلم نقول كرامه النادي وكرامه الاعضاء وهذا لا يليق، طبقا للي احنا اتعلمناه من الاساطير اللي مسكوا النادي. بالنسبه لي يعني احنا اتعلمنا كده ان الكرامه هو الاساس. ازاي هدير المكان وانا كرامتي فيه مهدره؟ ازاي الحاجات دي كلها؟ وبعد اذن كلام شادي لا يتم اخذ اي اجراء مع اي حد اهدر كرامه النادي. تخيل حضرتك لما حد يعتدي على رئيس النادي او على عضو مجلس اداره سواء لفظيا او سواء وصلت لحاجات بدنيه تمام، ولم يتم اتخاذ اي اجراء بتحقيق بلائحه بوقف، ما حصلش. اعتقد وجود مثل هذه الاحداث والحوادث بيبقى في جهات اخرى فندم. اصل احنا نادي ولائحه بيحصل بره، يحصل بره، لكن احنا جوه بقى النادي يبقى في حاجه للنادي، يبقى العضو في حاجه اسمها لائحه، في حاجه اسمها ايقاف للعضو، في حاجه اسمها تحقيق مع العضو في مكتب تنفيذي، وبعد كده يحصل اللي يحصل. حضرتك بقى يبقى بتقول لنا كن الحل نقعد ويهدر كرامتنا، نقعد وكل يوم انت تاخد قرار وما بيتنفذش، يبقى القعده ليه؟ يبقى القعده عشان مصلحه؟ لا احنا ما عندناش مصلحه، احنا نمشي ونقف نساند النادي من بره ونخدم النادي من بره، وان شاء الله في انتخابات جايه وفي نقف وراء شخصيات كبيره تقود النادي سواء احنا هننزل تاني او مش هننزل، المهم مصلحه الكيان ومصلحه النادي. تمام استاذ مصطفى، يمكن انا سعيد طبعا بالثوره الشبابيه اللي بتحصل او اللي حصل بالفعل في نادي زفته او اللي حضرتك بتقودها، ولكن طبعا عن استقاله 5 افراد من 9 اعضاء، يعني متبقي 4 اعضاء
مع رئيس مجلس اداره ما زال بيقودهم من 2012 حتى الان، هيكون خير من يجيب عنا في هذه التساؤلات وهذه الاتهامات. مش عايز اقول اتهامات لان طبعا يمكن الطرف الثاني حد من يعني فوق كل الاتهامات. استاذ مصطفى الشرباجي منور الدنيا كلها. استاذ مصطفى. ايوه محمد منير بيه. صباح الخير، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. ما تردد يا فندم في الاونه الاخيره عما حدث داخل اروقه نادي زفته من استقالات جماعيه، محتاجين تعليق من حضرتك يا فندم وللساده المشاهدين عما حدث. والله بس انا ما كنتش عايز ادخل مداخلات، اولا لان اسم النادي زفته عويق من سنه 25، ثانيا بحكم سني وانا خارج وكيل وزاره وكبير عائلات الشرباجي وعضو مجلس اداره سنه 73 عن الشباب، كنت عايز اتحفظ والشباب، لان برضه انت تحت الحاح سعادتك انا مضطر ان انا اقول بيان، يعني مش عايز ادخل مع شباب ابنائي في مناقشات. اولا يا فندم انا عايز اضيف لحضرتك يا استاذ مصطفى ان أيوة. ان وجود حضرتك احنا الحينا بيه علشان خاطر يعني انت اللي توضح أيوة. للناس، لازم أكون لازم يكون عندي الراي أولاً والراي الاخر. اولا الاستقالات بدات بالاستاذ شادي العايدي، كنا قاعدين سنتين زي الفل، وابن محمود العايدي اللي بنى النادي، لان كان عنده مشكله صغيره وهي ان العقد ان الايجار محل مؤجره ينتهي بثلاث سنين، مدته ثلاث سنين، فحاجه من الاثنين ياخد موقف مع المحل، مش مع شادي، مع المحل، يا حاجه من يا اروح انا اتسال في جميع الجهات، فاضطريت اخد موقف وارفع قضيه عليه. هو هدد وايه وقدم استقاله وقال انا ارفع قضيه، كنت اتمنى ان انا اعمل له عقد الا ان القانون لا يسمح، والمديريه قالت لي لا يسمح، فبناء عليها قدم استقالته احتجاجا على كده. يعني حضرتك يا فندم بثيت في امر المحل وفي الاخر يعني جالك قرار المديريه انه ما ينفعش، لازم في مزاد مره ثانيه. رحت مره، هو القانون لا يسمح ثلاث سنين حد اقصى للقطاع العام. لا يسمح، نمت واحد، وحاولت يعني راجل ابني وابن اخويا محمود العايدي اللي بنى النادي، وكنت اتمنى بس ما قدرتش اعمل حاجه. فلما خدت حكم بالصيغه بالطرد هو يحتاج وقدم مذكرات وهكذا. الملاهي برضه خدت حكم بالصيغه التنفيذيه وطرد من الملاهي، الا ان الاستاذ اللي هو صاحب الملاهي راح اشتكاني لاحمد بيه الوكيل ومع الاستاذ صبري جاد وبيقول نفس الاتهامات، الا ان الاستاذ مصطفى البناوي وقف ودافع عننا كمجلس ككل وكاتب اقرار من شهرين ان الجلس ان جلسات مجلس الاداره، والاقرار ده موجود في التفتيش المالي في المديريه، ان مجلس الاداره يقوده مصطفى الشرباجي بديمقراطيه وانه لا يحتك راي على حد، والقرار بيجي بالاغلبيه، الاقرار موجود في التفتيش المالي. ده كلام الاستاذ مصطفى البنهاوي ومضى عليه في التفتيش المالي. تمام. بناء على ان متعدد الملاك كان قدم شكوى لاحمد بيه الوكيل الراجل المحترم اللي كل حاجه بيبعت يستفسر منها وبينزل لجان، 35 لجنه نزلت من المديريه ومن الوزاره نتيجه شكاوي الناس، الحمد لله كلنا 100 100، والشكاوي الحمد لله طلعت كلها كيديه. نمت الاستاذ مصطفى وقف معانا في الجمعيه العموميه بعد استقاله الاستاذ شادي، ونشرنا الميزانيه وكانت احسن ميزانيه موجوده في الدنيا كلها، وفرنا مكافآت مستحقه للعالمين. مصطفى بيه، يعني حضرتك بتقول ان بعد استقاله الاستاذ شادي العايدي كان الاستاذ مصطفى البنهاوي عضو ناشط في هذا الوقت مع عضو ناشط وقف معانا في الجمعيه وكاتب اقرار على نفسه في التفتيش المالي. طيب ايه بقى اللي استدعى ان الاستاذ مصطفى البنهاوي ينقلب به الحال للاستقاله هو كمان؟ ايوه، في اخر جلسه خرجنا من الجمعيه العموميه منتشين والناس كلها فرحانه، واحنا الشباب بقى جاله ايه ثقه زياده هو مصطفى على فكره ناشط طبعا طبعا محترم طبعا واصول طبعا، وخلوا الدكتور يحيى صديق عمي ونسيبه الاستاذ فؤاد قريبي، يعني من الشخصيات الممتازه مصطفى البنهاوي، الا انه خرج
منتشي بالنص بتاع الجمعيه العموميه وان احنا انشرنا الميزانيه على النت وان الميزانيات 100 100. تمام. المنتشي قال لك نعمل جزاءات لل 8 موظفين في النادي. هو لوحده مصطفى لوحده في بجاد محمد شريف واخد بال سعادتك. تمام يا فندم. تمام. استاذ بجاد 8 جزاءات. قلت لهم ما يجوز لان ده ما ينفعش. ليه؟ لان ولك يربط المربوط يخاف السايب الباء. قلت لهم لازم تحقيقات ولازم. الشك المهم بقى ان اصريت كتعليمات السيد بيه احمد بيه الوكيل ووكيل المديريه والاستاذ شفيق تفتيش مالك بان احنا نطلع القاعه مزاد. واخد بالك؟ القاعه كان عليها مشاكل. بيقولوا بان لما بيشوف الاستاذ مصطفى البناه اشاعات بتطلع بيقعد في القاعه يقولوا لا هو مشارك القاعه مشارك الراجل اللي فاش القاعه مش والنت بهدلنا لمده كام شهر. فاصريت ان تطلع القاعه مزاد. تمام يا فندم. تمام. بناء عن تعليمات الباشا احمد الوكيل والاستاذ عادل عبد الحليم الاداره نطلعها مزاد هي والبوفيه. كان اعتراضه على الجزاءات وعلى القاعه. قلت لهم قالوا يعني دفعوا مع بقيه المجلس ان احنا هنوقعه في مشكله ان احنا نستقيل. بقيه المجلس ما اشتغلش هو الاستاذ بجد اشتغل. فقعدت معاه قبل الاستقاله قلت له ارجع قال لي تنفذ قرار الجزاءات والقاعه ما تطلعش. قلت لا الكلام ده مظبوط القاعه دمل في عندنا والناس بتتكلم واحنا مش مستفيدين. تمام. اولا هو ايده نظيف والمجلس. تمام. كله ايده نظيفه والله. تمام. بس له ساعات لما تتراود لا نطلعها. لازم يكون في موقف بالظبط حتى يكون ظاهر قدام الناس ان في هو اخطا ان بيقول ان انا دخلت القاعه بعد اذنك فلوس نتيجه اشرافه عليها فلوس كتيره للناس. ماشي ما هو دي برضه عملت شك عند الناس. هو راجل محترم ومش شريك في القاعه ولا هو ولا بجاه. تمام. طيب مصطفى بيه حضرتك دلوقتي يمكن البين من كلامك ان الاستاذ شادي العيدي استقال لما حدث من ان رفض مديريه شباب الرياضه تجديد للعقد والاستاذ مصطفى البناوي استقال لرفضه او لاعلان حضرتك ان القاعه هتخش مزاد علني يتقدم في من يتقدم. ده كلام حضرتك يا فندم؟ لا ده اشاعات هو مش في القاعه ده هي اشاعات. اشاعات يعني ده الواضح من حضرتك ان هو استقال علشان القاعة عشان الجزاءات وعشان القاعة. تمام يا فندم. استاذ شادي العيدي علشان المحل. لا انا عايز اسال سؤال بعد اذنك. هيبقى معايا انا بعد اذنك سؤال طيب. ماشي ماشي ماشي. لما استاذ مصطفى ساومني ما انا اتكلمني سعادتك انا مش عايز ادخل في المنافسة. الصوت بس انا الصوت مش سامع كويس. سعادتك انا عايز اكمل كلامي مش عايز اجدد للمحل مقابل ان انا وافق على الملاهي يوم 30/3 ولما قدمت الاستقاله وقال لي خلاص تعالى هجدد لك المحل باللي انت عايزه. عايز رده على الواقعتين دول استاذ مصطفى. يا باشا بدليل كل كلام في كلام بدليل انني خدت صيغه تنفيذيه على الملاهي. والصيغه التنفيذيه بتنفذ في الشرطه دلوقتي. حضرتك بتستخدم القانون للتستر على المخالفات يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى لحظه واحده يا استاذ شادي. استاذ مصطفى خليني اسال حضرتك عن موضوع الكهرباء اللي وصلت لرقم 18000 جنيه في الشهر والمبلغ 60000 اللي استرد في الفتره الاخيره. يا سعادتك الكهرباء انا العقد عملته في نهايه ديسمبر 2015 مع الملاهي كان استهلاك الكهرباء 30 40 جنيه عملته ب 200 جنيه 30 40 جنيه الملاهي. باخد بال سعادتك بعدها بسنه ونص سنتين اقصى استهلاك 160 يبقى النادي كسبان. لما دخلوا الكهرباء على البوفيه والجرايات والبتاع عالي لم يتم اخذ بالنا. رفعنا قضيه واستردنا الفلوس وتم دفع الفلوس واستردت الفلوس فعلا يا فندم. ايوه يا فندم. تمام يا فندم. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ مصطفى الشرباجي رئيس نادي زفته. يمكن لك اسبابك وله ما قال وما سمعنا ولكن طبعا شايف ان حضرتك عندك تعليق. عندنا تعليق كتير كتير جدا. اولا موضوع الكهرباء مطالبه الكهرباء اللي مع حضرتك بتطالب بشهر 4 و5 و6 2019. تمام. ب 18000 جنيه هنقسم على 3 شهور هتبقى 6000 جنيه بعد تسليم البوفيه بست شهور. تمام. يعني ما كانش في حاجه. الغريب بقى في الموضوع انها لما قدمت الاستقاله وفيها السبب ده يقوم السيد رئيس النادي جايب كهربائي
من خارج النادي، من خارج النادي عامل وصلة كهرباء من العداد، من عداد الملاهي مدخله النادي. طبعا انا عملت ده فيديو، وسبحان الله كنت عامل فيديو تاني يوم 25/7 ما كانش فيه الوصلة دي، بس انا كنت عامل الفيديو ده علشان اهمال البوابات، وعشان الاطفال بتتوه والدنيا، بنيجي نقول له اقفل البوابة يقول لك لا اصل الراجل حالف علينا. الراجل حالف علينا، اقول له ازاي؟ يقول البوابة من حقه. اقول له الاطفال مفيش امن واقف. لا مصطفى شاهد وطبعا المجلس كله، وكنا رايحين نعمل محضر اثبات حاله، جه مدير الامن قال لي لا خلاص الشرطه هتيجي تامن المكان ايام بطوله افريقيا. وبالفعل خلاص مفيش اي مشكله. ده بالنسبه لايه؟ لموضوع الكهرباء. وموضوع المساومه، موضوع المساومه قال للمجلس كله، قال للمجلس كله علشان نخلص شادي هنخلص الملاهي والاتنين مع بعض وكله يمضي. يعني ايه يعني؟ يعني هو دلوقتي ساوم المجلس كله في ان توقيع على الملاهي نظير ان هو يخلص العقد بتاع حضرتك، يخلص الاجراءات. الاجراءات، الاجراءات يا فندم. تمام. انا من شهر 3 لشهر 8 رافض التوقيع على الجلسات لارسال الملف للجهة الادارية، ما بطلبش ياخد من في قرار. ما بطلبش ياخد فيه قرار، لكن رفع علي قضية علشان يبقى موقفي زي موقف الملاهي، علشان يجبر المجلس ان هو ايه يعديهم الاثنين مع بعض. تمام. استاذ مصطفى البنهاوي، عايز انتقل لحضرتك في نقطة سريعا، بس عايز ارد الاول على حاجة حضرتك، مساحة للرد على كلامه. ولكن انا طبعا هو اللي انا هسأله هو يعتبر يعني استنبطته من كلام الاستاذ مصطفى الشرباجي. تمام. تعليق حضرتك على كلام الاستاذ مصطفى الشرباجي ان حضرتك كنت مساند للمجلس في حين استقالة الاستاذ شادي العادي. انا طبعا مساند للمجلس، والاستاذ شادي استقال وانا مساند للمجلس، ومفيش مشكلة. استاذ يعني شادي عنده يعني قضية معينة. كويس. تمام. ممكن انا ما اكون عامة. ايه؟ لا قضية عامة. قضية المحل. قضية عامة. لا النادي كله يا فندم. قضية المحل ده جزء خاص، وبعدين المحل ده شادي متنازل عنه. بدأ يستغله علشان اعدي مخالفات، علشان اتخلى عن وجهة نظري. طبعا. انا لا اسمح بده نهائي. طبعا. ولا ده هيبقى اسلوب شغل، ولا هيبقى اسلوب ادارة كباتن. طبعا انا ساندت المجلس، وكنت متحدث اعلام المجلس، وكنت برد وعرضت نفسي لكتير من المشاكل بسبب ان انا برد وكل حاجة. انا قلت المجلس ايده نظيفة ماليا. طبعا كل الناس اللي اقول لهم كل احترام المجلس كله، استاذ مصطفى الشرباجي، استاذ محمد النجار، استاذ شريف نجا، كابتن محمود الزيني، احمد عكاشه، بجد شافي، محمد امين. استاذ مصطفى الشرباجي قال لحضرتك مصطفى البنهاوي بجد الشافعي استقال عشان جزاءاته وعشان كذا وكذا وكذا. استاذ محمد امين استقال ليه؟ استاذ شريف نجا مدير بنك مصر امين الصندوق استقال ليه؟ تمام. استاذ شادي العايدي مصطفى البنهاوي، خمس اعضاء استقالوا ليه؟ خمس اعضاء، اربعه منهم شباب. الاستاذ شريف نجا استقال علشان يتفرغ لعمله في البنك. هذا غير حقيقي بالمره. استاذ شريف نجا وقالها كده وعلني قدام الناس كلها، قال الاستاذ مصطفى الشرباجي انا مش هينفع اكمل مع حضرتك في مجلس حضرتك رئيسه وبتديره بالاداره دي، مجلس كرامته مهدره، مجلس لا يحافظ على 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 نفسه، لا يحافظ على كرامه اعضائه، ولا حتى على كرامه اعضاء الجمعيه العموميه. انا كان لازم اساند المجلس. طيب. طبعا من الواضح ان 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 يعني حلقه واحده غير كافيه علشان نقدر نغطي كل الاحداث. طبعا اتصلنا بالسيد وكيل الوزاره السيد احمد الوكيل، ولكن موجود حاليا في اجتماعه مع المحافظ، ولكن كان بيجمعني بيه اتصال هاتفي صباح اليوم، وقال ان الموضوع النهارده بقى حيز النيابه ويكون هو القول الفصل ما بين هذا وذاك. اعزائي المشاهدين، سعيد ان انا كنت موجود معاكم النهارده في حديث العاصمه، وحديث عن نادي زفت الرياضي اللي ان شاء الله هيكون فيه تغطيه حصريه ليه في الفتره القادمه باذن الله. انتظرونا. معكم منير علام الدين، لكم تحياتي وتحيات فريق الاعداد، وعنهم الزميله الصحفيه ايه جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.